نواصل معكم مدنا الصباحي الحي ولضيوف فقرات الصباح. نعم، في المساحة القادمة نتحدث عن ورشة إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة حكم القانون. هذه الورشة التي ناقشت كل هذه المحاور وكل هذه القضايا في يوم من أيام الأمم المتحدة الذي يعتبر متميز جدا. إذن سعداء يكون معنا داخل الاستوديو سعادة العميد الشرطة الدكتور محمد أحمد. أهلا بك، صباح الخير. مرحبا بك وصباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهدي الشروق. أهلا وسهلا. مرحبا بك سعادة العميد. لما نتحدث عن إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة حكم القانون، مواضيع كثيرة لكن كلها مرتبطة مع بعض يعني. نعم. نتحدث عن فكرة هذه الورشة وارتباطها باليوم العالمي للأمم المتحدة. شكرا جزيلا. أنا طبعا بداية أعتذر للمشاهدين الكرام بالتهاب في الصوت، لكن لأهمية الموضوع والدعوة كانت أو تنسيق مسبق كان لابد من الحضور. بداية طبعا كلية قومية جامعة الرباط الوطني، وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعي نحو المجتمع يعني كان لابد لها أن تتفاعل مع قضايا المجتمع، خاصة أنه يعني دائما في كل دولة بعد انتهاء حكم ديكتاتوري وقيام الديمقراطية بيبدأ بعد ذاك في الناس يعني بتحيا الثورة، بتحيا في الناس روح المساءلة لأعضاء النظام السابق وغيره. كلية القانونية جامعة الرباط الوطني وفي إطار مسؤوليتها أقامت هذه الورشة إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة حكم القانون. ليه؟ لأنه الارتباط يوم 2 نوفمبر بكل عام بإنهاء الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، إنهاء الإفلات من الجرائم من العقاب. وفي هذه السانحة يعني التحية لكل القابضين على جمر القضية من الإخوة الإعلاميين الواقفين يعني خلف الميكروفونات وحاملي الكاميرات التصوير والكتاب. اليوم ما جاء اعتباطا القرن 21 شاهد في بداياته يعني انتهاكات جسيمة جدا في حق الصحفيين. أكثر من 300 صحفي في العشر سنين الأوائل قتلوا، وأعداد كبيرة جدا اعتقلوا، وأعداد أكبر تعرض الاختفاء القسري. نعم، فلأنه الصحفي دائما هو ناقل الحقيقة وهو صوت الحق. فدائما في الأنظمة المستبدة الحق غير مرغوب كما تعلم ويواجه بهذه الانتهاكات. بالضبط. لذلك خصص الاثنين من شهر 11 كل عام لإنهاء الإفلات الجيران بتكون ضد الصحفيين. إذا كانت هذه الورشة تحمل مضامين كبيرة لسيادة حكم القانون هنا في السودان بعد هذا التحول الديمقراطي الكبير، يتساءل المشاهد يعني وشنو إفلات وأنواع بالنسبة للصحفيين؟ أوكي، طيب أنا بحاول أتكلم بلغة بسيطة لأنه بالتأكيد يعني الأشروق أكثر انتشارا وأكثر مشاهدة، فحنطلع من بعيد من لغة المدرجات نتكلم بلغة بسيطة. دائما بيقولوا القانون لغة جافة. مسألة الإفلات، الإفلات طبعا واضح، والعقاب أو العقوبة. العقوبة طبعا كما يعلم الناس هي عبارة عن جزاء، هي عكس الثواب، فهي جزاء يعني نص على المشرع وتوقع السلطة المختصة في الدولة ضد منه، ضد كل شخص ارتكب انتهاك في حق المجتمع، لأن الجريمة بصورة عامة انتهاك لقيم مجتمع، ثقافة مجتمع، عادات مجتمع، وخروج عن النظام المجتمعي بتاع الدولة بصورة عامة. فإنهاء الإفلات من العقاب الأمم المتحدة اعتبرته بأنه هي عبارة عن حالة، هذه الحالة ما تكون قانونية مسودة بقانون أو مربوطة بواقع محدد. هذه الحالة بتزعى لشنو؟ بتزعى لأنه ما تحمل الأشخاص مرتكبي الجرائم المسؤولية، سواء كانت مسؤولية جنائية أو إدارية أو مسؤولية مدنية، فيبقى في شكل حماية لهؤلاء الأشخاص لا تجرم أفعاله، لأن الوضع الطبيعي كل من خارج عن النظام والمجتمع يجب أن يسأل. الوضع الطبيعي، فإنهاء الإفلات من العقاب يبقى حالة بتاعت حماية لشخص ارتكب انتهاكات في حق صحفي، في حق أي شخص آخر من أفراد المجتمع. حماية غير إجرائية يعني، لا هي حصانة قانونية ولا الحصانة هي بالمناسبة واحدة من أسباب إنهاء الإفلات من العقاب. يعني أحيانا الحصانات تؤدي للإفلات من العقاب، خاصة لو كانت حصانة مطلقة. نعم. القوانين نظمت الحصانات،
والحصانة أمر ضروري بالتأكيد، لأنه أي موظف عام طالما منح سلطة القانون يمنحه القوة المعقولة عشان ينفذ هذا الأمر، لأنه لو ما نفذ الأمر القانوني حيكون هذا عضو المسألة. نعم. فيبقى بعد ذلك بتبقى مسألة بتاعت موازنة. حصانة أديك ليها لأجل أعمالك، لكن ما حصانة لشخصك أنت. نعم. فبتجري إشكالية الحصانة لأن تكون ممنوحة لشخص يفعل ما يشاء ومتى ما شاء، وده كان في العصور القديمة جدا، لأنه زمان يعني حتى الحاكم الحكام كان بتبعض المستبدين، لأنه كان يشعر الحاكم بأنه كل سلطاته ممنوحة من الآلهة، هي مثل الآلهة في الأرض. نعم. فيبقى ما في حدود لسلطات. لكن الحكاية دي استمرت حتى قريبا ساعة العميد، يعني كل ما ذكر يعني ما أن نجحت الثورة السودانية بعد ذلك بقينا نعرف كثير من القوانين اللي سنت وكثير من اللوائح والإجراءات، من ضمنها أنه أعضاء جهاز الأمن والمخابرات سابقا لا يسألوا يعني إلا بخطاب مكتوب من المدير العام للجهاز، هو الذي يسمح بمساءلتهم وتجرى لهم محاكمات داخلية، ده ذاته نوع من التحايل على العدالة يعني. لا، هي في الحقيقة بيسميها بيسمى حصانة إجرائية. الحصانة الإجرائية يعني أي شخص الآن أنت الصحفي مثلا أو عضو البرلمان كمثال، لا، عنده حصانة في حدود شو؟ حرية التعبير في داخل البرلمان. لا، يمنح حصانة في هذه الحدود الضيقة. حصانة مجتمعية للأسرة عشان نحافظ على كيان الأسرة كويس. أحيانا بتحصل حصانة عائلية للأسرة، ليه؟ لأنه القانون يرى أنه في أمر أولى بالحماية والرعاية، فما يكون تطبيق حرفي. فالحصانة الإجرائية بتتطلب إجراء لسبب، لأنه هذا الموظف العام قام بيقوم بفعله نيابة عن الدولة أو نيابة عن الجهة اللي هو تابع لها، بتبقى حصانة إجرائية بأخذ الإذن من أجل اتخاذ القرار. بيبقى بعد ذلك بيحصل شنو؟ حتى الحصانة دي للشرطة ممنوعة، بتبقى شنو؟ بعد ذلك هل الفعل كان أثناء العمل أو بسببه ولا ما مربوط بالعمل؟ وانصين الفعل ما مربوط بالعمل وما كان بسبب العمل، هنا أصلا ما في حصانة تماما، ما بتكون في حصانة. فيسموها حصانة إجرائية، لأن هذه الحصانة في بعض الإجراءات الإدارية إجراءات قانونية تعطل هذه الحصانة لحين. طيب ساعة العميد، يعني التحول الديمقراطي شهد السودان في الفترة الأخيرة بعد اندلاع ثورة الأخيرة الظافرة، تحققت مفاهيم كثيرة. نعم. عززت الحرية أكثر. كان الإعلام من قبل مقيد الحريات أيضا، يوجه بمضامين مختلفة، فالآن أصبح الإعلام حر من أجل خدمة الوطن. نعم. لا يمكن أن يمس الأمن القومي بشيء، بل هو يساعد في تطور البلد واستقراره. هذه الورشة ضمت مفاهيم جديدة ممكن نعزز بها ثقافة حماية الصحفيين في هذه الفترة، في هذا التحول الجديد. نعم نعم. يعني الورشة بالمناسبة كانت فيها جلستين فقط، وقدمت فيها 4 ورقة. ورقة مفتاحية عن مفاهيم مفهوم الإفلات من العقاب بصورة عامة، مش فيما يخص قضايا الصحفيين، والتشريعات النص عليه، وكانت تشريعات دولية أو تشريعات داخلية. الورقة الثانية كان قدمت عن أنه كان أصدرت سنة 2000 قرار إنهاء الإفلات من العقاب بصورة عامة، و2013 قلنا خاصة اليوم للصحفيين. فالورقة الثانية شرحت هذا القرار بصورة عامة. الورقة الثالثة تكلمت عن ضمانات إنهاء الإفلات من العقاب وتعديل المساءلة وسلح حكم القانون. الورقة الرابعة كانت عبارة عن اللي هو دور الصحافة والمجتمع المدني في تعديل المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. نحن ككلية قانون دارين نسمع غيرنا. بالمناسبة الورشة كان فيها يعني مشاركات فاعلة جدا في المنصة الرئيسية، مقدمي الأوراق ومبتدئي النقاش، يعني كلية القانون قدمت ورقة واحدة. نعم. الورقة الأولى، لكن اتاحت المساحة لآخرين يعني. الورقة الثانية قدمتها دكتورة مستشار في النائب العام. الورقة الثالثة قدمها محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان. الورقة الرابعة قدم الأمين العام لمنظمة إنهاء الإفلات من العقاب. تعمدنا كذلك حتى في رئاسة الجلسات وابتدار النقاش، الجلسة الأولى كان ترأسها البروفيسور ياسين عمرو يوسف أستاذ القانون الجنائي في الجامعات المختلفة، وابتدار النقاش أستاذ مشارك دكتور محمد أونور. الورقة أو الجلسة الثانية ترأس الجلسة مولانا السلطة القضائية الدكتور إبراهيم عبد الله،
وابتدر النقاش الأستاذة هنادة الصديق الصحفية، فحاولنا نسمع غيرنا عشان نثري النقاش أكثر. ما دار يتحدث، لا دارين يتحدث غيرنا عشان نزعل النشاط في داخل القاعة. طيب لما نتكلم عن فكرة إنهاء الإفلات من العقاب، خلينا نوسع المعلوم بصورة أكبر، يعني مش في قضايا الصحفيين فقط، في غيرها من القضايا. في قوانين يعني سنت في سنوات وارتكبت جرائم قبل سن هذه القوانين. يمكن دي واحدة من المعضلات الآن بيتحدث عنها القانونيين في محاكمة البشير، إنه في عدد من الجرائم التي يعني انتهكت في وقت ما، القوانين سنت بعد انتهاك هذه الجرائم. كيف يحاكم بقانون هو انتهك جريمته قبل أن يسن هذا القانون؟ عشان كده جاء الكلام عن المحكمة الجنائية الدولية، هل يسلم ولا ما يسلم في هذه الحالة؟ يعني حسب توصية الورشة كيف يتم العمل يعني في هكذا قضايا؟ طيب بصورة عامة، أصلا الإنسان لا يسأل عن فعل مبدأ عام إلا لو كان في قانون يجرم هذا الفعل قبل وقوع الجريمة. ليه؟ لأنه القانون علاقة ما بين الشخص وبين الدولة. نعم. بصورة عامة. طيب مبدأ راسخ في قرارات المواثيق الدولية وقرارات قبلها الأديان، إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالتشريع السابق. ودي واحدة من أهم قواعد العدالة. يعني. قواعد العدالة. فهي نحن بنقول العدالة. كويس. يبقى العدالة تنبقي، إنه المتهم ينال حقوقه والضحية ينال حقوقه. عدالة. يبقى حتى المحكمة لا تميل لواحد من الطرف بما إن هدفها تحقيق العدالة. فيما يتعلق بالتسليم وما إلى ذلك، أول حاجة طبعا السودان وقع على ميثاق روما لكنه لم يصادق على هذا الميثاق، مش كان متحفظ. نعم. المحكمة الجنائية الدولية مختصة بمعاقبة الأفعال في الجرائم الأشد خطورة اللي هي الإبادة الجماعية وضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. أي فعل وقع في بعد يوليو 2002 يبقى يسأل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ده في إطار قانون الدولة العام. فهنا يبقى ما في إشكالية فيما يتعلق بالمحاسبة والمسؤولية، لكن بصورة عامة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريع سابق. طيب سعادة العميد، نجي ثاني للورشة في مضامين مختلفة. ما يخص الصحفي من انتهاكات حصلت كثيرة طبعا، سواء كان للسودان أو الخارج على مستوى العالم، كثير جدا من الانتهاكات، منها الاختفاء القسري كما كنا نعلم جيدا، كثير من القضايا اللي شكلت رأي عام كبير جدا. فنتكلم عن الصحفيين في السودان، شنو أكثر المهددات اللي بتواجه الصحفيين في السودان، سواء كان من العهد البائد عشان تصحح في مضامين أو تسن قوانين جديدة تخدم كل الأطراف؟ يعني بصورة عامة في كل أرجاء المعمورة، كل من يصدح بالحق هو محارب، خاصة في ظل الأنظمة الشمولية الاشتدادية، وضع عام طبيعي. الفترة فاتت كان في إشكالية حقيقية في التشريعات، تعارض في التشريع ما بيناتها. الناس كانوا بيتكلموا عن إنه نحدث موامة وتوافق بين القوانين الداخلية والقوانين الدولية، مواد الدولية. عندنا إشكالية في التشريعات الداخلية، حتى في قانون الصحافة في تشكيل المجلس كان في إشكالية، فيما يتعلق بالسلطات الممنوحة للمجلس والسلطات الممنوحة كان للجهاز الأمن والخارجي فيما يتعلق به، فيبقى كان بتلقى تعارض في القوانين الداخلية. الصحفي عرضة للاعتقال، الصحفي عرضة للاغتيال، الصحفي عرضة للاختفاء تماما، والصحيفة ذاتها عرضة للمصادرة، والصحيفة عرضة للتوقيف. لكن حتى إحنا كان من ضمن توصيات الورشة فيما يتعلق بالصحافة، كان سنتكلم إنه من الضروري جدا إنه في الفترة الجاية، فترة الديمقراطية، يبقى الصحافة والمجتمع المدني يمارس دوره الرقابي فيما يتعلق بأداء السلطة التنفيذية في الدولة. من خلال شنو؟ من خلال التحقيقات اللي بتقوم بها الصحافة، من خلال كشف الحقائق اللي بتقوم بها الصحافة، من خلال التوثيق بصورة عامة. يبقى ما تكون في رقابة قبلية على الصحف تماما. الصحفي يكتب ما يشاء، لكن حفاظا على المجتمع، الصحفي يتحمل مسؤوليته الأخلاقية، مسؤوليته القانونية، مسؤوليته تجاه وطنه، يعني في اتجاه ما كتب. الصحفي يكتب ما يشاء،
لكن في الآخر يتحمل مسؤوليته. أنا أقصد فيما كتب للحفاظ على الأمن القومي، يعني ما يكون مهدد. بالضبط بالضبط، يبقى طالما كان في مهدد يبقى بعدك الصحفي يسأل عما كتب. لكن تتوقف يعني في ظل أنظمة ديمقراطية يجب أن تتوقف الرقابة القبلية للصحف بصورة عامة، ودي كان من أهم توصيات الورشة. وطبعا مشكله الرقابه دي انه يعني الصحفيين والاعلاميين اصبح عندهم رقابه ذاتيه، لكن يعني ما بالشكل الايجابي، يعني رقابه ذاتيه تحذيريه كده، ودي بقت ثقافه كده. اتمنى مع مرور الايام انه هي ايضا تتلاشى، عشان نحن كلنا كاعلاميين نكون يعني اكثر حده فيما يخص المواطن ومصلحه المواطن والامن القومي، لانه ده برضه موضوع مهم جدا. ختاما خلينا نختم معك بالتوصيات اللي تخرجت بها هذه الورشه، وين حتمشي التوصيات دي ايضا؟ يعني هل حتمشي لوزاره العدل الداخليه، حتمشي للقانونيين، للقضاء، وين؟ طيب التوصيات كان في توصيات في الجانب التشريعي، وحتى في الجانب التشريعي كان في جزء منها علاجي وجزء منها وقائي. عندنا كان مشكله في القوانين اصلا كان موجوده فيما يتعلق بتعارض القوانين ما بيناتها. كان عندنا اشكاليه في انه عدد من المواثيق الدوليه السودان لم يصادق عليها، وقع على بعضها لكن من أجل يصادق عليها. فالورشة أوصت بأنه لا بد من دراسة كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والنظر في توافقها مع الأديان، مع الثقافات، مع المجتمع السوداني. وهي بتخش سيداوة العاملة قصة الأيام دي، كل الاتفاقيات. طيب بعد ذلك تطلع توصية بأنه المصادق عليها، وعلى وجه السرعة الورشة أوصت بالمصادق على بعض الاتفاقيات المهمة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغير مضرور المعاملة القاسية والإنسانية، اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاختفاء القسري، وميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. لا بد من إعمال كل المبادئ والإرشادات الدولية في التشريعات الخاصة في دستور المرتقب، لأنه في الآخر مع أسوأ الأمم المتحدة عندها معيار المتعلقة بالدستور، أي دستور لا ينص على حريات وحقوق وحرمات تعتبر الدولة عديمة الدستور. فيبقى الدستور ما هي لا يبقى في مطلوبات محددة في الدستور. الورشة أوصت بضرورة إجراء إصلاح مؤسسي وهيكلي في أجهزة القضاء وأجهزة العدالة وأجهزة إنفاذ القانون بصورة عامة. الورشة أوصت بأنه لا بد من أنه الصحفيين يشاركوا في مشروع قانون الصحافة المرتقب، بحيث أنه هون يكون جزء من هذه المنظومه، بدل ما كان بيحصل زمان بيطلع القانون لا بدون نعم. عشان يشارك للنظر بس يعني وضع يشاركوا في القانون بعد ذاك، يعني ليه يطرحوا افكارهم مشاكل الاساسيه بعد ذاك في جهات مختلفه متعلقه بالتشريع وبالصياغه وما الى ذلك. جميل. الورشه اوصت بانه تشكل لجنه مسقره مكان من ضمن الحضور، فيها البروفيسور احمد علي حمو، البروفيسور ياسين عمر يوسف، ودكتور أحمد عثمان عميد القانون في عسار المفتوحة، وشخصي بأنه هذه التوصيات تساق وترفع للسيد رئيس مجلس الوزراء لأهمية الموضوع. جميل. ومن بعد ترفع لمفوضية حقوق الإنسان ومفوضية العدالة الانتقالية. جميل. مقدرين جدا سعادة العميد الدكتور محمد أحمد أستاذ المشارك بجامعة الرباط الوطني أستاذ القانون، حديث كان عن إنهاء ورشة إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المسار القانونية وسيرة حكم القانون فيما يخص الانتهاكات التي تهم الصحفيين. مقدرين جدا، كثر خيرك. شكرا لكم وشكرا لقناة الشهور والاهتمام بالموضوع. وفي الآخر يعني زي ما قلنا قبل، الإعلام هو الصوت الناقل للحقيقة. شكرا لكم. ويضرب. شكرا لكم.